كابتن حمدي عامل ايه؟ يا رب يكون بخير يا رب. اكيد طبعا انا سعيد جدا ان انا لعبت معاك سنين طويلة وكان فيها انجازات كتير، وكمان كنت زميل الغرفة وده شرف كبير ليا طبعا، وتعلمت منك كتير جدا، وكان فيها الفترة اللي انا لعبت معاك فيها كان فيها انجازات كتير، خدنا البحر المتوسط ودي كانت انجاز كبير جدا لكرة الطائرة المصرية. وطبعا اكيد انا سعيد ان انا طبعا لعبت جنبك في الملعب، وده كان حلم بالنسبه لي ان انا اكون لعيب وسط النجوم الكبار، الجيل الذهبي النادي الاهلي طبعا، حضرتك وكابتن ميدو وكابتن هاني وكابتن ايمن رشدي وكابتن ماجد مصطفى ونجوم كتير بصراحه اتعلمت منهم كتير، ويا رب كده يكرمك السنه دي ويوفقك. انت تستاهل كل خير وعلمتنا حاجات كتير جدا، وكان شرف كبير ليا طبعا ان انا اكون معاك زميل الغرفه، ده كان شرف كبير ليا طبعا، ويا رب كده يكرمك وتحقق كل اللي اتمناه. وتشرفنا طبعا كالعاده زي كل سنه ما تشرفنا وتكسب كل البطولات وانت قدها وفرقتك قد المسؤوليه. هتقول ايه لابو حميد؟ هو بيكلمك رسمي ومشدود. لا، احمد صلاح ده حبيبي وابني، يعني احمد صلاح الحمد لله اول ما طلع الدرجه الاولى انا اتبنيته وكنت مستبشر بيه خير انه هيبقى حاجه، هو بسم الله ما شاء الله اسطوره، اسطوره من اساطير الكره الطايره، هو كان عنده حسن الظن والحمد لله. يعني في الكام سنه اللي لعبتهم معاه وقعدت معاه يعني الولد كان بيسمع جدا وكان عنده نهم، طور من مستواه قوي، طور جدا، وحتى طبيعة شخصيته مستقرة وبيحب الاستقرار وملتزم وجد ملتزم ملتزم ساعد على ان هو يبقى حاجة كويسة. طب تقولينا موقف من المواقف كده معاه. اول بطولة في كأس العالم في اليابان طلعنا مع بعض وكان بيقعد معايا في الغرفة، بيقول لك زميلك في الغرفة، لسه بنحط الشنط وكده وقاعدين في الدور ال 35 لقينا العمارة بترقص زلزال، ما كناش بقى متعودين على هناك الزلازل، العمارات على سوست، فالعمارات بتتحرك عادي جدا بتميل، فادور على احمد ما فيش احمد، لقيته جرى بالشورت والفانيلا بتاعته على الاسانسير وعاوز يجري ويهرب، ده خطر. لا طبعا هو كان يعني لسه ممكن احسن له كان ينط من فوق. هو كان لسه صغير وكان اول مره يتعرض لموقف زي ده، احنا يمكن كنا سافرنا قبل كده اليابان فتعرضنا لكذا حاجات زي كده، هو ما كانش متعود يعني. فالحقيقه من الحاجات اللي فاكرها برضو احنا مع بعض يعني.